2021 نهاية السنة الوحيد سوى لنا عرض كان تفجيري، عرض ناري. ومو معقولة ندخل 22 وجيب إلينا عرض ركيك، لا، العرض اللي بصير الآن عرض ناري، عرض نار وشرار وجبار. ونبدأ عرضنا بمفاتيح شركة ليدر. ضمانها كم سنة؟ 25 سنة. والسنجل بكم؟ بنص ريال، وهني بريال حبيبي، وشامل الضريبة. والمفتاح الثلاثي بكم؟ بريال ونص، وهذا بريالين حبيبي. الله شيل. يا جماعة، والضمان 25 سنة. ايش رايكم في البريزه هذه؟ بريزه مع مفتاح، والمفتاح فيه لمبه. وكم سعره؟ 3.5 ريال يا جماعه، تحطيم الاسعار عند الوحيد. سلام. واللي تشوفونه هذا النوع من اي شركه؟ جران حبيبي. وكم سعره؟ 5 ريال شامل الضريبه، 25 سنه ضمان. نتجه الى شركه المظله. طبعا شركه المظله ما شاء الله تبارك الله انتشار مره قوي، واسعارهم مره قويه. وهذا المفتاح السنجل بكم؟ ب4.5 يا حبيبي شامل الضريبه. يا سلام. والثنائي؟ وهذا ب7.5 شامل الضريبه. يا سلام، تحطيم الاسعار. وهذا ب10 ريال شامل الضريبه حبيبي. يا جماعه شوفوا كيف شكله. وهذه البريزه يا حبيب قلبي مع لمبه ب7.5 ريال. 7.5 ريال. والضمان كم سنه؟ 25 سنه حبيبي. خيارات كثيره. شوفوا هذا اللي يجي مع اطار فضي، وكم سعره؟ 7.5 ريال. 7.5 ريال يا حبيبي. وهذه البريزه ب7.5 ريال بعد نفس الشيء. 20 واط 8 انش يا جماعه من شركه المظله، وضمان عليها كم سنه؟ 3 سنوات حبيبي. والسعر 11 ريال، الحق او ما تلحق. مصطفى، الان البنيان سهل ولا صعب تشطيب؟ بلاش. 7.5 ريال. 7 ريال. وين تحصلوها؟ والله ببلاش. شطب لا تشطب، روح. الريالات دي يا مصطفى؟ والله ببلاش. كم؟ ب150 ريال. 150 ريال مع الريش حقه؟ اي، حتى لو مالك حاجه فيه اتسلى فيه، حفر كسر عادي. 150 ريال. اي 150 يا جماعة. كل هذا ب150 ريال، والكمية محدودة لا يفوتكم. دريل مع الريش، لمبة مرة قوية اسيوبي. والضمان كم؟ سنتين. 30 واط يا جماعة. 17 ريال. 17. يا سلام. هذا السبوت لايت بكم؟ هذه ب5 ريال حبيبي، وهذه 7 ريال حبيبي، وهذه 2 ب15 حبيبي، شيل 4 انش. هذه 8 انش متحرك، تركب على كل المقاسات حبيبي، 2 ب40 ريال. يا سلام. وعندك يا حبيبي هذه متحرك 6 انش، 2 ب30 ريال يا حبيبي. ونقول هذه 6 انش فنتين ب20 ريال يا طيب. فنتين ب20 ريال. ايوه. وهذه يا حبيبي 2 ب30 ريال حق السور. هذه حق السور. وهذه 2 ب20 ريال، 8 انش الغالي. مصطفى ترى ما تبين انت يا حبيب قلبي، دوخوني اللمبات. ايه. 10 حبات ب70 ريال يا طيب. هذه 15 ريال، 3 حبات 3 انش ب15 ريال يا الغالي. وهذه 2 ب30 ريال. وهذه 2 ب20 23 يا طيب، روح. وهذه 2 ب20 23 ريال بعد يا الغالي سيد. وهذه 3 ب12 ريال نبى نبيع. وهذه 2 ب35 ريال. سلام. وش رايكم يا جماعه؟ خلاط حق مطبخ متحرك ابو مصطفى. 150 بس امتكان ب 350 والان ب 150 ريالا. مصطفى وش عندك؟ بتسوي شاورما؟ لا. ليت 20 واط بريالين ونص شيل، لا يفوتك الوحيد. بريالين ونص الايدي يا جماعة، بريالين ونص. مصطفى حل قلبي، ادينا ما هذه 550 ريال. والضمان سنتين. بنزين ايه. ضمان سنتين. جاري خوله جا محمد بس تصوير. اعطيك اصلي يا جماعة ايطالي ب100 ريال، الحق او ما تلحق. والعرض الخطير، طقم 3 خلاطات حق المغسلة وحق الشاور وحق الطهارة، شوفوا مع الشطاف. كل هذا بكم؟ ب400 ريال. والضمان عليه كم؟ سنتين. وفي منه أسود وفي منه ذهبي، مرة حلو الذهبي يا جماعة. في الطقم هذا يا جماعة هاي كواليتي، والضمان عليه 5 سنوات. طقم 3 ب250 ريال. شوفوا ايش حالاته يا جماعة. حق المطبخ وين صار يا جماعة؟ الضمان كم؟ 5 سنوات. والسعر؟ 80 ريال. 80 ريال. 8 وشامل الضريبة. أذكركم بموقع الوحيد موجود بتاروت جنب سوق السمك حق تاروت. طبعا بخدمتكم من 7 الصبح لين 10 بالليل، دوام متواصل.